والله حلفتني يا فيصل اني احب احب ما تصدق. عشت مره اول ليش سالتك عن البر؟ عشت مره خيمنا احنا والاهل، تعرف احنا او احنا قسمان نحب البر شوي. اي والله خاصه عندنا بعنيزه عندنا اللي قال عنه الغضاء مصفر، عندنا كذا مكان نروح له، لكن هذا بالذات يعني عشان فيها الغضاء وكذا. المفروض انكم واجد هو سمى الغضاء متنزه الغضاء حاليا يسمى، ومن اول يسمى مصفر ومغسلي شبك وكذا. ايش نفود صح؟ لا ما هو مشبك، مفتوح للعالم نفود ولا نفود علي انت بي كلش نفود وامور طيبه. تراب اصلا مو بالفوده ولا ذا. المهم فخيمنا احنا والاهل، اهل ابوي عماني وكذا، نمنا اسبوع يا تبتي اسبوع في البر. والله نمنا اسبوع اسبوع زي ما تقول عايش حياه طيبه يا بدويه علاقات. اي والله انها زينه والله العظيم. اذكر اول يوم الطعس كنت اطلع اوصل نصه او ولا نصه يمكن اوله بدايته اطلع على رجولي تتعب اتعب. ثاني يوم يعني نفس الاول، ثالث يوم لا بديت والله امد كل ما اليوم يزيد. يوم وصلت رابع يوم كذا اجلده من اوله لاخره واروح وانزل واطلع عادي وضعه فرق لين اتلاه عادي واروح وانزل واروح الدنيا بسعه. يعني احنا العائله بشكل عام عندنا حساسيه يعني حساسيه في الصدر وزي كذا. والله تفتحت الشعوار الامور طيبه الامور طيبه. هذا احد الفوائد والله عشت تعيشه البر لا بد منه. الواحد اذا يبي يصفي مخه يبي الضوضاء هذه. ايوه الغوغاء ضوضاء والغوغاء لا من ضوضاء إيه؟ ومن يعني الا تصير صح يعني غوغاء. ايوه الناس. ايوه ضوضاء تصير في اتمنى انك ما تاشر علي عشان عندي هذه ما تجي على جنبك يا محامي. ضوضاء حياه إيه؟ والغوغاء دائما تجي من الناس. اكيد اشخاص الغوغائيون الغوغائيين انا داري حارك حواليك مثلك شرواك شرواك الطيب عليك ابو محمد. ايه عشان كذا لازم والله لازم والله العظيم. شوف بين فترة وفترة إذا أخذت لك إذا أخذتها للبر أنا أحب يا أخي كيف يعني أقول لك هدوء استكنان اللي أحبه يا زينة. هم إذا ظل أظلمت العين وشفت نجوم فوق القمرة القمرة وخافت. عمرك طلعت بليلة 15؟ كل يوم اطلع لقيت 15 15 تشوف النور على الارض تشوفها تشوف الدنيا بعد سوالف سوالف زينة. اي والله هادي يا اخي كم بيت قصائد زينة. اي والله يبيلنا ما في زعل ابشر. اي والله يبيلنا. جهز شنطتك ازهل بعد 70 يوم 70 يوم 70 يوم بسافر برا. تسافر برا وين؟ طر يا البر والبر لا والله اني كورك شيء لا تصير مالديف بس. والله انت تقول ايش اسمه تراك خطتها مفضله. انا عندك تريده مثبته. اجل ثبتها مره ثانيه. ها شهر العسل المالديف علي يضل وجهك تريده مثبته. ثبتها مره ثانيه ثبتها لين الحين وقتها لحن وقتها وانتهت شليتها حطها مفضلة. لا طريقة مثبتة بعد بعد مرة ثانية هي مفضلة ومثبتة ثابت. ازهل ازهلة عاد بتروح عند البحر وذا ترى تعرف وش المالديف. انا عارفها لا بنام في البحر ترى بوسط البحر الاكواخ هذي الاكواخ وش تزين هناك. هم زينين العشاي غدي هم اللي زينون مو بلا زين. اي والله كفى والله كلهم شو اسمه يجيبون لك عشاك والعصير ذاك ابو مظله الله يسر ما تعلق به. قال لك بتشب بضه وتشب في الكوخ كله عاد الحين تطوي هناك
طيب بتقول قصايد وعلوم صنع وتشوف الدله هذا اكيد هناك جو شعري جاي جو شعري بحر وكوخ في وسط بحر وتركب على الدلافين مع الدلافين لا ما يبغاك تدش وراه دلافين سلم عليها وقد معها والعب معها ما ابيها ما لي بحب الحيوانات ما احب الحيوانات الا الحيوانات الاصليه ومن البشر والله اعلم حد قال لك احت واحد عيد بعدني لا لا زين هذه زين امور طيبه امور الان كويسه الحمد لله اجل لا ناوي اروح انا وياك لدبي اجل اي هذا قريب اسمع لا لا اروح انا وياك لدبي وشو له ونروح عند الدلافين نسلم عليها ونصور معها ونظبط اوضاعها خليك شجاع وخليك ذيب هي تقوم ترقص وتلعب لا ما يحتاج ترقص انا ما بحبهم بس صارت شجاع ما بحب الحيوانات كلها حتى القطاوه والله ولا العصافير كلام فاضي والله اني اذل من هذل ما بوديها قطاوه افا اي والله الطول ودل العرض به طول وعرض يا ابوي خسيت الدل القطاوه يا ما تجي كبر كفك ما شاء الله عليك اقول يقال انك قوي ها يقال انك قوي ما نبي قوي قوي الله سبحانه تعال تعال اقرب حد عيالها قوي الله سبحانه على طاري حد عيالها ليه جات انا قد جات اذا موقف لها الله العظيم يا كودبي بس انه نايم الحين يا حبيلك يا حبيلك ما ادري والله كم عمري انا ما اذكره لكن قايل اهلي ابوي قال انا ما احد اسوى بي ما احد ايش ما احد اسوى بي يعني اشغل وذبحن اي ذبحن ايه احد اسوابي كثرك يا عبد الله اسوابي يعني ذبحن ايه اشغل ايوه ليش والله انت وليد اخذت لغتكم قال أيوة. بحياتي كلها يعني ما عمري شفت مثل اليوم اللي وريت بهنجوم الظهر ايش السالفه قال جدتك الله يرحمها الله يرحمها سويت عمليه بعينه او شيء زي كذا وقول انت شغله تشغل الواحد فجاه ما دريت الا اسمع اصوات ما دريت الا انت داخل علي وشايلين لك سته بساسه مبطي ايه ما اقولك ما اذكر انا وشايل لك سته بساسه جايله يقول يا كل وليدي ما طلع حتى الشعر بهن توه المضن مولد يقول اغمى علي تسوي لك قلت توه عاد ابوي مره ما يوادي بساسه لا ريحتهم ولا شكله ولا لونهم ما يطيق هنا بساسه هي القطاوه تسمونها قطاوه انتم داخلين عليه يقول والله يا وليدي ما طلع حتى شعر به ما طلع يقول شايل انت ذا يقول عقبه ها يقول قلت لك وين وديتها وحطينا مكانهن امهن كرهتهن جت وجدعتهن ليش ان تغير ريحتها سبحان الله حيوان اذا تغير يعني يميز عياله بريحته يدل وين محل ولده اذا تغيرت ريحته ما يبيه سبحان الله كان الجو اليوم برد ولا اي والله برد برد بالحين كذا ما طلعت برا خايف حلق راحيه والله والله شوف بعد حق ابو ها لا 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 الجو هنا كويس لكن برا انا اقول الساعه الحين 6 رمى تنام شويات ان شاء الله شويات لا عندك شاي ولا قهوه هنا نمت يا ابو محمد الحق لي ادري الحق لك جايك تعبانه تعبون جاينا من برا ايه ولا جبت لنا شيء ولا ما جبت لنا شيء لا جبت علم طيب لا بالعلوم الطيبه ان شاء الله واجد يلا ما جبت شيء ما وش تبي علمك ما جبت لو اطلب تعطين اعطيك انت والله قلت تم مسباح صح؟ الساعه هناك تعبان يا المحامي يا عبد الله يا جبان يا المحامي يا تعبان تعبان انت والله والله ان طلعت وين اطلع والله ان طلعت صاروا الناس يعرفون يقول المحامي التعبان اني لا انصاك اني لا انصاك يا ابن قربه ابشر سعدك اني لا انصاك واجيبك وامثل بك بالتحليه من اولها لاخرها كذا اعلك على السياره التعبان ذا اويلك يا ابن قربه احلى لك ابو محمد
حلالك انت ايش قومك ايه تحسبن تمشيها علي وراك كذا ايه وراك كذا انت احبي لك لا تقول ايشي لا تقول لا تقول حلال قال الله حلاك تراه حلال بسلمنا تاني خبل بالعكس حلال كويس كويس اجل حلالك يا حلال حلالك انت انا حلال ما ادري ايه انا داري حلالك ما انا داري حجرتك صح؟ لا والله ما حجرتني تقبلها بصدر الرحب يا حلال حلي قاعد معك للحين واقفتني اقول قاعد معك للحين متقبلك اكيد صابر عليك يقول لك الصبر احد العبادات المفقوده الله يصبرنا يصبرنا اجمعين على بعض قاعدين 70 يوم الله والله والله يا ابو مسلم شفت الايام دي شوف بتعدي 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 باذن الله كودنا نصمل فيها لين النهايه لكن والله واللي خلقني انك تذكر لحظه اللحظه اذا حطيت راسك تبدا سجدك سجدتي اليوم من حتسيبك حتي عنك والله على سالفة انك حاجز انت ايش قال له المركز الاول من 3 شهور وعلى سالفة البرايم وانت اقول فيصل وانت وين فيه هناك عند الجلسة وين وش اسوي هاجس فيه حتدري عنك شو هاجس فيه ايش وانا ايش دخل بمخك انا هاجس فيه ايش حلو السؤال هذا عجبني عجبني مرة كثير ايوه صدق ايش تهاجس به والله ما ادري والله اني ادري مثلك والله اني خفت عليك قلت رجال راح فيها رجال سافت والله وصلت انت وصلت اي والله ودي سولد يوم كبست العالي ايه؟ والله يذبح ان احمد ذا شوف خشمي وار من بسبته رش هالعطر عطره ايه انا على قلت له اسوي عشان حلقي يعورني والله العطر يقول لي في احتقان او لوز كذا العطر يزيد اتوقع والله دقيقه شويات جايك ذبحنا عطر انا اعطيك الكتاب تقرا ها بعطيك الكتاب لا وينهم بهالعلقات متويناك فهالمشعر لكن حنا ايه اللي انت سويت بنفسك اثاره الى الحين لكن حنا نسال يعني هنا في اشخاص معينين قراب لك انت ترتاح لهم تجلس معهم يعني مثل جلسة سرور أنت الرجال ترتاح له ليش؟ لأنه مثل جوك ويفهمك وتفهمه وعلى جوك يعني يحب الهدوء والروقان ويكتب قصائد وعلى يعني يحب قصائدك أنت مثلا تجلس مع ناس أو جلست مع ناس مبرعين قصيدة بتقعد معهم حسب لا ما بعلاح ما تبقى قاعد ناس مو براعين قصيد ما انت بقاعد معهم بتجامل لك ساعه ساعتين الثالثه ما انت بجامل ما انت بقاعد لكن تجلس مع ناس راعين قصيد واخذوا عطاء والله فلان قال والله ما ادري ايش القصيده فلانيه الشيء فلانيه ولا علوم المرجل ويمين ويسار وصب قهوه وشيل وحط وهات ايهم تفضل ذولا ولا ذولا هذولا انت لو تقعد معهم 28 ساعه واصاب ذاك اليوم وراه اهبال ها حلنا لانه انت زان جوك اي والله زان جوك هذه احنا ما احنا بنقولك مين تحب حركات البنات اللي انت تقولها انا لا اصكك بهذه زين اتوجهك اديك بس فاحنا نقول لك علومة الطيب احنا من الناس القريبه لقلبك ومو بالناس الشخص القريب احنا ندري لكن احنا نقول تصرح تصير قد كلمتك شكرا على المقدمه هذه الجميله وكودك فهمت صراحة ما فهمت حسبي الله ونعم الوكيل لكن والله اني بنجلط هنا لا انت جالس تحاول تقنعني بكلامك لا ما اقنعك والله كتاب منصور ما اقنعني عشان تقنعني انت وصلت خلاص عرفنا شو اسمه بعدين اذني تشتكي انا اشتكي؟ اذني اذنك تشتكي؟ تقول بطارية ممتلئة قصدك صافية الذاكرة ممتلئة لا تقول ذاكرة ممتلئة كنت ما تسمع ذاكرة ممتلئة حاول تصرف نفسك ما تسمع يا ادري تقولها حاول تصرف نفسك ما تسمع مو بلك طيب. مو بلك والله ادري تقول حاول تصرف نفسك يا مد نفسي خير يا ما تسمع والله ما نميتك والله واضح بس لا والله بس انا دوره تسمع
محاضرة تسمع، ايه شباب تسمع، حلو، هذا تسمع، يعني خلاص بعدين بحط هدوء شوي يا اخي، ركوت. ايش يعني تبي ناظرك واسكت يعني؟ لا بسمع صوتك بس. والله حرنا بك يا بقر بعد، ايش ليه؟ تسوي بك انت يا ابو ليه يا بسمه؟ ابوه؟ والله شغلتنا، امسكتنا قلت وراكم ما تحتسون، وانحتينا قلت الاذن ممتلئه. لا والله ما انت سوي الحين مثل الحين. لا ايه والله سولف. مين ممتلئه الحين؟ لا ما جس نص نص فلوس والف زين. اي والله سؤال عادي لك. احنا ننشدك عن سوالف، نقول لك سالفنا عن شيء صار لك، رحت جيت سويت. اخي انا طبيعي ما احب اسولف واجد ترى. ايش يعني ما تحب تسولف واجد؟ انت ما قصرت والله. ايه انا اشوف نفسي ما اسولف امس الصبح والله. على حسب، انا اشوف على حسب جوي، احيانا كذا ايه احيانا كذا، لكن يعني كسوالف هذا راي يعني ما اكتفي بقصيده. والله تصدق لو طلعنا برا زان الجو؟ لا والله ما طالع. ايش دراك؟ حلقي والله يجوني. شفت انك خايف؟ خايف من الفرق، خايف من خايف يا اخي. لا والله يا ولد الجو ماشي برا، الجو هنا ما شاء الله زين. خايف من ضحكة المعيدي؟ لا ركب عليها بيت. عندي ها؟ لا ركب عليها بيت. نبي خايف من ضحكة معيدي. معيدي؟ ايه. ايش فيه؟ ضحكة معيدي. انا بخايف من هذا من ضحكته. ولا مقال ولا مقالبه. عطنا بيت. بيت فين ايش؟ بيت يعني بيت بيت. بيت. اهم شيء فهمت ال ولا فاهم صناعية. اقول له بيتك بطبات. لا الامور طيبه، الامور طيبه، وصلنا خير. اللي ايش سالفه الساعه ذي اللي لابسه؟ شكلك ما فسختها من اول ما جيت. لا فسختها كم مره، بس بزعلها ساعه ثانيه. ما لبست الا هي. لا والله ان شاء الله انك ما لبست ساعه ثانيه. لا تعرف والله لبست. ما حلفت، قلت ان شاء الله. انا ايه بس مع يوم البس بدل بس ساعه ثانيه. وشي سود على حسب البدله. كم جايب معك ساعه؟ ثلاث. طيب ابي واحده. انا جاتك. كفو. ابشر الله انك كفو. بالدرجه ان شاء الله. قول فعل. هذاك سود خابرك يا ولد. لكنها بس تراها تني لبستها. لا والله صدق حقت الرياضه. حقت رياضه؟ ما انا وش لابسها؟ اشوف رياضه، هذا لبس رياضه. لا لا ايه يعني تصلح ساعتي هذه. لا يعني تصلح. ما ابي اقول شركة عشان ما تكون اعلان. لا لا عارف عارف عارف، قد شفتها عليك. ايه وش بغيت اقول؟ ساعتي هذه يا ابو مسفر. شفت هذه؟ ايه الساعة. شوف ما انا بفسخها واجد ولا بغيرها. عندي يمكن تقريبا حوالي 4 أو 5 ساعات. بس ما انا بلبس الا هذه. هدية. هذه له غلاة معزة من غلاة راعيها. من مهديها؟ خالتي. الله يطول عمره. خالتي عزيز غالتي علي بالحين. عليك. سبحان الله. شوف الشيء اللي يجيك من غالي تقوى تطلد وهبد الا لما يقول لك خلاص اعتقه. يعني انا قلت هالساعه ذي ما انا فاكه. شوف انا اذا اخذت، شوف من شده ما انها خلاص يعني وصلت الى حد اني انا كرفتها ناظر. شوف هذا ينفك بسرعه. يعني مثلا صفقت كم لها سنه؟ كم لها عندك؟ الله 4 سنوات. 3 سنوات. 4 سنوات ما شاء الله. تقطعها بالعافية ان شاء الله. تلفانة بس انها ساعة مو من عن شيء. بس اخي انا ما احب، اول كنت احب كذا، اكثر ما احب البس الا حديد. هذه يا اخي مشكلة تطلع ريحة في الماء مع الماء. صح صح. عشان كذا ما افسخ، انا ما احب اني اغسل فيها. عشان كذا طال عمرك انا احب الحديد. الحديد حلو بعد، حتى منظرها رسمية. في منها حديد هذه. إيه؟ بس والله ما غيرت فيها شيء ابد. حتى شوف الجلد، شوف تقطع هذا. شوف ايه كذا عيبه هي كذا. لا لا اقول لك 4 سنوات. وش تبي 4 سنوات؟ انا اعرف عمرك قعدت بساعه 4 سنوات. والله في قعدت بساعه حلوه قبل.
انا اشوف مين بحلو نص ساعه ربع ساعه ثلاث ساعات هذه هديتهم غاليه على تبدي. من هو حمود؟ جاك الذيب ما جاء راح والله غلاته من غلاته. هذه طبعا هديه تخرجي ما شاء الله هذه ايه من كليه الحقوق حدتني يا خالتي جزاها الله خير. ايوه ايش بعد ايش تبي اهديك اذا تخرجت؟ والله يا ابو محمد انت هديه بكبرك يا دوك يا شيخ. تدري وش الهديه اللي تعطيني اياها؟ ايه غلفني عمرك وحط لي شريطه كذا واربط نفسك. ايه حط اربط نفسك كذا عند راسك على خشمك. بطلع برا من خشمك راسك حط اربط ورده لي. ورده وش؟ ما في ورده. لا ورده شريطه في يمكن قصدك هذه. المهم المعنى واحد يا اخوي. واضح انك تهدي كثير مره. والله ان هدايا حلوه. لا اهدي ترى رايح هدايا حكات. ما خويتك رايح ورد بعد. والله ما العب. وش لونه الورده اللي تهدي؟ ايش لونه؟ يا بايع الورد ماني بحاجه ورودك. ايه انا بحاجه حبيبي عرب عيني. الله على طاري عليك السلام. تعال والله طار والله ما ادري والله اني شف اني يا ساحر اقول له نم عشان ناكل سوينا فطور. والله سوينا فطور وناكل وخلص. بالله عليك ما علمتونا والله يا اخي لو ندرك بصحين كان. وش الفطور حبيبي وش الفطور؟ خلاص راح ما ابغاك تحسر. وش بالله تحسر؟ ايه شيء اذا دخل البطن يروق. تعال سنده تعال سكر الباب تعال. بيض بيض وعلوم كثيره. تعال سكر الباب تعال وادخل. لو نداري انا اسال اقول فيصل نايم يقولوا نايم. من اللي لا ما ادري يقول شفناه دخل الغرفه نايم تعبان ذا اللي يقوله. ها تعبان والله اني ساحر تعبان. جعلي فرقك ومسريعه جعلي فرقك ومسريعه. شفت اني صاد شوف سفهليت. والله ان ابو هذا استانس شفت وجهه. قلت له شوف قلت له من هو اعز الناس لقلبك؟ ايه قال والله كلهم عزيزين. قلت لا يعني اقرب واحد لقلبك. شوف من تحبه هذه اسئله البنات ما ادري ايش. المهم حجرته انا قلت له كل محمود خلاص يا اخي. قال والله محمود والنعم وعزيز وغالي بس تعرف انت. قلت لا محمود له معزه خاصه بس عيه يعترف. شوف يوم اول ما جيت كذا قال قلبك دليلك يا الحبيب. اشكرك يا ابو مسفى. بس شوف عليك وجه الله ما تهدي شيء الا تهدي مثله. ها ما تهدي شيء الا تهدي مثله لك. ايه ليه؟ والله اني يغليك وعزك يا ابو محمد. ايه ادري بس انا قصدي خليني اضمن الحين رحله المالديف ذي شهر العسل. لا لا منها خلاص انا حطيتها. جت كلمه. لا جت كلمه هزها. ايه جت كلمه. احنا نتعامل مع واحد محامي اكتب ورق ووقع عليه. يا رجال يا رجال الرجال ثبتها. تريده مثبته بعد؟ لا لا وين ثبته. احنا اذا طلعنا من هنا في شيء ثبت في شيء ما يثبت. لا لا شوف تنكتب ورق. هذا حبيبي ابو مسفر في شيء اعز من الكتابه. في ورق في شهود. لا الكتابه في شهود. الكتابه هي المهمه والشهود عليها. ايه نجيب الورق شهود. اتكفل انا عبد الله نجيبان حامل رقم هويه كذا وكذا وكذا بعد سعودي الجنسيه. اهم شيء سعودي الجنسيه. موظف في الجهه الفلانيه كذا. أيه. كذا بتكاليف رحله شهر عسل لفلان الفلان الفلاني حامل رقم بطاقه كذا الجنسيه السعودي كذا كذا كذا. اوقع على ذلك حكم ذا دقيقه اوقع على ذلك. والله كويس. وشهد بذلك 18 شخص نكتب اسميهم ووقع 18 شخص. عطنا واحد اثنين كف اربعه يقصوا رقبه. اربعه يقصوا رقبه. اثنين يقصوا رقبه يا رجل. خلاص اثنين خلاص طال عمرك نحط اربعه. احنا اربعه على الشتة. اثنين شهود واثنين مزكين للشهود. وناخذ ارقام اسميهم. والله بغيت اقول كلمه هذا اشو انك انا ناخذ اسميهم تضرب بريك. اقول لك ناخذ اسميهم طال عمرك وارقامهم زي كذا. ايوه وبعدين نختمه عند الاداره حلو ونحطه بظرف ويتقفل. اذا الظرف ذا اعرست يوم العرس يجيك سامي الجعوني ويقول لك تفضل هذا الظرف. تجي انت تقول لعبد الله التذاكر وين؟ بس تذاكر هي ولا كيف؟ وش وصوله التذاكر؟ لا لا برنامج كامل. يا عبد الله تعود من الشيطان يا عبد الله. والله اني صادق. تزوج وابشر. تعود من الشيطان. ترى هذا على طول ما والله تزوج ابشر. والله الانسان شف انسان كلمتي ذي بتخليه يتزوج. والله جيتك حلفتها.
اي كان كلمتي وكان ما جاء خلتها كان كلمتك وشو؟ قام يراوغ. لا هي قام يراوغ الحين. وش عبد الله؟ الورقة تغريدة مثبتة خلها عاد الورقة خلها تكون تغريدة يروح يلغي حسابه حذف يسوي حساب جديد بدال المستشار عبد الله نجيبان اخوكم عبد الله نجيبان وين اخوه؟ وين وين اللي يقول وين الكلام؟ وين الحكي ذا؟ وين؟ شوف وين؟ شوف انا بعطيك معلومه قانونيه. خلي المعلومه القانونيه تتفلسف على راسي الحين. لا ما متفلسف انت بتثبت حقك صح؟ لا ليش انسحبت الحين؟ ما انسحبنا. شوف يا استاذ عبد الله، شوف عبد الله انت بتثبت حقك. نيتك طيبه، نيتك طيبه الحمد لله، نيتك طيبه، ولكن من مستلزمات النيه الطيبه ايوه حسن النيه، ومن مستلزمات حسن النيه الاثبات باوراق. ايوه هذه هي. وش انا بقولها عجبتك صح؟ الله يموت والله شكله محامي والله. ترى ترى اللي تغليه وتحبه ترى يحاميك ويضبط امورك ترى. ما عليك المحامين يضاهى تكلمت دخل في ثنيتي الله يصافيك. شوف طيب علشان الموضوع يصير خلاص رسمي وموضوع ما فيه لف ولا دوران نكتب ورقه انا وياك. يلا اكتب اكتب تمام. لا مو الحين مو الحين خلنا خلنا نصحى. يقولون كلام الليل مدهون بزيت كلام الليل البارح بس عاد النهار صحى وعاد عاد خله ينام يفصل بينها بنومه بالله. احنا نعطيه فرصه ينام يشبع نوم عرفت يصلي له كم فرض غادي ربي يهديه يستخير. يتراجع ويستخير ويستشير ويروح يطلب جواله ويخصم عليه نقاط. ها يا جماعه طيب ما عندي مشكله انا لو انا جيت واعطيتك اياها وجات الوالده قالت لا والله ما تروح ما شو وديك للمالديف انا اي ما عليك مني انت تجهل انت ما عليك مني هيتي خلاها تجي بس وش ما خليت امي معي ما قلت لها فيها صح الوجه خذ امك معاك خلها طال عمرك تغير جو ياخذها بشهر عسل وشوله غير جو تشوف البحر طال عمرك وتونس شوف البحر الازرق وديها طال عمرك في نص البحر في الكواخ ذيك خلات سوانس بتوجار وعصير ابو شمسيه ذي عاد شوف يا من سلطانه توديها من سلطانه على المطار ومن المطار في الكوخ على طول على حساب عبد الله الجبا ويجيب مستانس على حساب عبد الله الجبا تقول لك يا فيصل انت وين وديتني يا فيصل؟ الله يسامحك يا فيصل. اخاف تدعي علي يقول والله ما يدخل هذا عبد الله الجبان اعطانا صرف له عبد الله الجبان وشايبك يدق عليك يا ولد انت وين وديت امك يا ولد؟ لا ذنب بقول له هذا عبد الله الجبان اعطانا هذا ولا قضيه بهذا حل التذاكر اعطاني اياها خلني اخسره وتاكل من السماء لا ما تذكر برنامج ان انا شريك كامل كذا مو تصرف على حسابي يعني خلاص انا برنامج اوه بدي يفصل كيف برنامج؟ برنامج قيمة 30,000 زين 40,000 زي كذا مثلا فهمت علي؟ ادفع 40,000 واعطيهم اياه يعني اعطيك اياه واقول هذا برنامج رح عليه مو بعطيك فيزتي واقول يلا اصرف لين تمل الله العظيم لا 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 زينة 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 10,000 نعمة 15,000 نعمة والله ترى قلت 15,000 نعمة لا 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 15 ولا كلمة لا لا ثبتت لا 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 نعمة على كلمة خلاص كل شيء نعمة ريال نعمة خلاص الحمد لله جدا ريال ريال بسيط اموره ما قلت لك الورق زين هذا الورق زين لا انا في حاجتك ولا حاجة سياحتك ولا حاجة شيء يا الغوغائي يا الغوغائي يا المحامية يا الاستاذ يا كويس اسمع من اللي افطر معكم؟ سوينا فطور انا واحمد سعود وافطر معانا محسن وصالح صالح الفرحان. شايفنا وقلنا له تعال عندنا صالح الفرحان ايه شفتوا ايش يسوي و... نجلد صالح الفرحان ومحسن وعبد العزيز الشهراني واسماعيل بالله وش فطور يا اخي انت بتحسن روحك عبد الله الجواب زين واحد اذا انت تبغى تقول تبغاني يا الحين اكل بيضه انت تامر علي يا ابو مسفر تبغاني اقوم ارجع المطبخ واسوي لك احلى فطور لا والله لكن العوض بكره باذن الله راسك العوض وش وش فطوركم يا ابن الحلال ما بغيت احسر انا بالله قول لي يا ابن الحلال عشان انا كذا استشعر بال يعني وش تتوقع اثنين طباخين ودخل تعود لا عشان يمكن ما يعجبني لك واقول الحمد لله اني ما افطرت معكم لا يا رجال اذا 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 سرور سرور جانا بالله وش الفطور سرور جانا كان طالع يبغى ياخذ غرض من الدولاب ها وشم الريحه جلس بدون مايك وكلاء ومسح الصحون وروح شو فطور طيب له خلاص بكره بكره يا اخي قل له رجال عجز يتحمل بس ابغاك ما تكون نعسان بكره برات شاي
وفطور على كيف كيفك. أوه بكرة خميس. وش تب بالله وش هذا؟ بكرة خميس واللي إيش اسمه ناكل تميس. أيوة. بكرة خميس ناكل تميس. نبغى تميس. يا لوجه الونيس. يا لوجه الونيس. ومقابلك تعيس. كاتب حاطن علي لك محامي تعبان وجه تعيس. هو كذا هو المشكلة القافية ماشية معك صح. هنا تمشي علي يعني القافية. اسمع اسمع. يا اخي لانه هو يقول لي مثلا اذا انا محمود خشم القعود زي كذا يعني هو طيب خشم القعود زينه طب هو اسمي جاء معاه باشياء قافيه الا والله اللي بالقلب بالقلب ايه ترى الوضع كذا ايه يوم يقول لي انا يوم يقول لي محمود خشم القعود انا اقول الحمد لله ايه عرفت كيف توه سحب منه الحتي يا فيصل يا فيصل يوم جيت انت الرجال شوف ها قام يتناطق من محل المحل انت شوفني كيف اسولف انا اسولف انا واقف واتحرك من هنا واتحرك والله صادق هذه صح اي يعني ها الرجال الحي ترى الحي يحييك والميت يزيدك غبن صحيح وين الحرق ها حريقه وين حريقه 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 انا ما معي حريقه انا هنا انا حاط الكريم حقه هنا اصلا احرجني ذا يا ولد قاعد احوت احوت بالله رغم ذلك انا ما نسيت ايش الفطور حقكم الان ايش فطوركم الحين اجاري احتي يا حمود يا حمود فطورنا شيء جيد ندري احنا وشو بس ولذيذ والجيعان مسك قلب والجيعان يحتريه ما نبقى لك ذاكرت ادري ممتلية ايه الا ورا ما يختصرون ذا العالم لازم يعطونك سالفه طويله ايه والجيعان 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 يحتريه والشبعان ما يبغي لا والشبعان والشبعان يتحرى فض من الكلمات اللي بمخك يلا فض فض بسرعه وكان منوع ومشكل وطيب وقرا عليك مطوع وقرا عليها مطوع وانا كنت طالع اساسا من هناك ابغى انام بس ما شفتك بفراشك قلقت طيب وش الفطور سبحان الله اي والله اني ما شفتك بفراشك وقلقت قلت وين الرجل وين الرجل يدور بطانيته بطانيتي ادور عليه وين انا وين اروح امس مثل المهبول امشي اقول يا فيصل زي اللي فاقد الذاكره شايف شايف ويدور واحد من عياله يا فيصل يا ولا وكل شوي يقولوا الشمال يا اخي فيصل روح روح اها روح واجلس وشوي يا فيصل ناسي والله رديناه عن الباب بالله عليكم كنت بطلع مع الباب ويوم جاء العشاء وانا اقول اها فيصل ولما هذا بيض وجهك عرفت أيوة وحطه بالدرجه دسه عشاك دوك سال عرفت يوم جيت قلت انك شبعان وهو يروح لعبد الله نجيبه لا والله ما يروح والله ما صدقت لا انا قلت عشان القافيه اي ما يوم شفتك شبعان راح لعبد الله نجيبه ترى انا احتكاكي معك زبط الكلمات المحامي التعبان ها عطى عطى والله اني مو شطح اجي تعال تعال ايش بغيت اقول لك رغم ذلك ما رسيت حق الفطور وشو؟ ها؟ فطور وشو؟ المنيو يا اخوي فطوركم وشو يا اخوي؟ المنيو يعني تقصد؟ اللي كريته قبل شوي جعله ادعي عليكم جعله بالعافيه جعله بالعافيه ايوه يلا علم وشو؟ جعله بالعافيه بس بعد ما تعلمنا اقول لك بعد ما نكتب الورق على الرجال يا طيب محمود تعال تعال يعني فطور الفطور عشان تعرف طيب يا محمود يا ابو هلاح والله شكلك يا عزيزي الغالي بس اخي الفاضل وش الفطور يا صالح؟ صالح وش الفطور وش افطرتوا عليه؟ هلا هلا بك يا هلا صالح وش افطرتوا عليه؟ لا يا حالفي يا ولا لا يا حالفي ترى هي شوف هي زي رقصك زي لعبتك بس يوم القنا والرماحة ربعي صوار مذبحة ربعي صوار مذبحة هلا هلا بك يا هلا اي والله لا يا حالفي يا سكر الباب تعال دخل سكر الباب لا يا حالفي والله برد سكر الباب تكفى
من عيونك اللي تنخى الله خلقنا للطنخة الله خلقنا للطنخة هلا هلا بك يا هلا يا حالفي يا والا لا يا حالفي يا والا خيالة ربعي خيالة أهل العقل الميالة أهل العقل الميالة أمد في القصة هاي طابع شيء مالي للفزعة ميالت عقالي للفزعة ميالت عقالي شمالي طبعي شمالي للفزعة ميالت عقالي للفزعة ميالت عقالي والبارح قاعد من حاله والليلة جنب الصبية والليلة جنب الصبية دحو ولا هلا بك يا هلا لا يا حالفي يا ولا لا يا حالفي يا ولا اليوم شمالي دحو دحو يا شمالي دحو دحو يا شمالي هلا يا اسمه يا بلش الفرح الجديدي لته مبروك وسعيدي يا هلا الفرح الجديدي لته ارفع التون بالله يلا روح انت طيب يا هلا يا هلا الفرح الجديدي لته مبروك وسعيدي يا هلا الفرح الجديدي لته مبروك وسعيدي هلا هلا بك يا هلا لا يا حالفي يا ولا والبارح قاعد من حاله والليلة جنب الصبية هلا هلا بك يا هلا لا يا حالفي يا ولا هلا هلا بك يا هلا لا يا حالفي هج منظم يقول لك السلام عليكم جايكم من الشمال احنا بعلم كل اللي تبي شمالي طبعي شمالي للفزعه ميلت عقالي الله الله شمالي طبعي شمالي للفزعه ميلت عقالي هاد استعد سعوديه هاد استعد سعوديه هاد استعد سعوديه للفزعه ميلت عقالي تكبير الله اكبر الله اكبر اعطوا 20 لكسس 20 لكسس خياله ربعي خياله اهل العدو ابشر الميال الميال وقف هناك بقول لكم شغله قبل لا اروح شكشوكه وهذه هديه مني حق عبد الله نجيبان كلمه من مساعد معجون المنظم تفضل الله يسلمك عبد الله صالح وش صار قلت لك مو معبرني شوف بما انك اطريت كلمه الا صلاتي اقول لك اياها واروح ولا تنسون صلاه خليك مكانك ابشر اقول اجيب المايك معي في يلا عسى في اللحن مطلوب اوكي الا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها وعد أصلي فرضي بوقته وصيتك لا ما ننسيها لا تخليها ما أخلي لا تخليها ما أخليها يا هادم اللذات فيصل يلا نوم الساعة الحين سبعة طيب اجيبك بطانية ومخدة الله يعزك وين جمل ها وين جمل اجيب لك يا بيض وجهك اي والله من اي عربان خلاص يا اخي ولا تزعل والله انا ادورك كل الليل جاي لك سالم
ما ادري وين رحت، كلمني ادورك انت سنو. ادورك لا بجيب لك بطانيه تكون. والله يبيض وجهك ابراهيم. الا ابو مسفر والله ما جينا احنا نضيق الصدر لك. تزعلك تسلم. احرجتونا عشان كذا بقول. ابشر الحين. يا ريت والله ما لعبت كنت ادوخ. والله العظيم اليوم ماشي. اسمع يا اخي اليوم هالجوع. بس. ايش هالجوع يا اخوي؟ ابشر بعزك انا اروح اطبخ لك. في ريحه حريقه ها؟ اي والله لا تدري ايش ريحته؟ ريحه قار. كاز ريحه صواريخ. شفت صواريخ كيف قاعد تلعب صواريخ؟ لا العاب شو اسمه؟ العاب الناريه. اي ما شاء الله تعرف العاب الناريه. يلا مشان مشان رطيع وين رايح؟ ما انت باكل فطاير ذولي نحميها بالميكرويف. والله ما الظهر في خبز هناك؟ في خبز جبن ما في صح؟ الا جبن اي